هاي انا ذو اشرف ودي قناتي The Reading Unicorn وجدت لكم فيديو جديد. ده يكون فيديو التخطيط بتاعي لقراءاتي في شهر سبتمبر وحتى قائمة قراءات كبيرة جدا، بس زي ما بقول لكم كل مرة هي قائمة احتمالات للقراءة، مش لازم ارى كل كتاب عليها، ولو ان بكون عايزة فعلا اخلص القائمة كلها، بس بعرفش اخلصها كلها كل مرة. بس هكلمكم كل الكتب اللي اخترتها وليه اخترتها. الكتب الورقية قليلة المرة دي، هعمل فلوج او حاجة تزود عندي الكتب الورقية، بس اغلب القراءات اللي انا مختارها الكترونية وهكلمكم عنها. طبعا كلها عارف عنها جملة او جملتين، مش بحاول اعرف عنها كتير جدا. واول حاجة هي كتب نت جالي. نت جالي ده الموقع اللي بيقدم الكتب الجديدة واللي لسه ما اتنشرتش في مقابل ريفيو. فانا اخترت 3 كتب من نت جالي المرة دي، لان انا مجمعة كتب كتيرة جدا من نت جالي وحاول اقراهم كلهم. كل شهر بحاول اقرا كتابين، رواية مصورة وكتاب، بس المرة دي مختارة 3 كتب، فمعتقدش ان هقراهم كلهم، يعني اعتقد بكتير هقرا واحد بس. يعني نتكلم عنهم، هما اغلبهم فانتسي، التلاتة فانتسي، ف ده ذوقي المعتاد. اول واحد هو اسمه The Language of the Wind لام ار جراند، وده الجزء الاول من سلسله من كتابين، ف مش سلسله كبيره. ما اعرفش عنها كتير، اعرف انها فانتسي وبتدور في عالم سحري، بس اعتقد ان هو بتتكلم قصه رئيسيه عن ديمون وساحره، وبيعملوا صفقه مع بعض، كل واحد فيهم بيحاول ياخد من التاني حاجه، وطبعا النتيجه عمرها ما بتبقى كويسه. ف انا مهتم ان اقرا الكتاب ده، والكفر بتاعه شكله لطيف جدا. الكتاب اللي بعده اسمه The Goldsmith and the Master Thief لتونكا دراكت، ودي بيقولوا اول ترجمه انجليزيه لقصه كلاسيكيه دي. فانا مش عارفه عنها كتير، بس افتكر ان الكاتبه اندونيسيه، ودي اول مره تترجم فيها القصه دي، وهي فيري تيل شويه، مايله قصه خياليه بتتكلم عن 2 توام ومتشابهين تماما ومطابقين تماما، بس افتكر كل واحد فيهم بيكبر يبقى حاجه مختلفه، واحد بيبقى لص واحد بيبقى جولدسميث. فاعتقد ان دي المعضله، ان هم التوام وحياتهم هتبقى مختلفه تماما كده. والكتاب التالت من انات جالي اسمه اناز اف بلان لساراتي رايت. الكتاب ده ما عندوش اي حد قراه، ما حدش قراه لسه، فمعتقدش ان انا هكون اول واحده تقراه واحطه على انات جالي، بس افتكر ان هو فانتسي في العالم العصر بتاعنا، بيتكلم عن عميل في السي اي اي وبيقابل انا، واللي هي عباره عن ملاك وعندها خطه ما للبشريه. يعني الكتاب ده ممكن يبقى حلو وممكن يبقى وحش جدا، ف مش عارفه هيكون موقفي ايه منه، بس ضفته للقائمه، ولو قريته هكون تقريبا اول ريفيو لي على موقع جود ريد. بعد كده بختار كل شهر كوميك من ويب تون، والشهر ده اخترت كرامس، وهي اكشلي اتحولت لكتاب، ف زي ما عملوا مع لور اولمبس وحاجات تانية كتير، ويب تون يعني مستمرين في سعيهم ان هم يشوفوا الجرافيك نوفلز او اسمها ايه الكوميكس المشروع عندهم يحولوها لجرافيك نوفلز، ودي كرامبس، واعتقد انها واي اي رومانس، بتتكلم عن السحر والحب. يعني اعتقد انها مش محتاجة اعرف عنها كتير، بس يعني اعتقد يعني الجو السحري ده انا بحبه جدا، بالذات في الحاجات الواي اي. بعد كده اخترت كتاب جوائز، وبختار جايزة واقرا الكتاب بتاعها، مش بنجح في ده كل شهر للأسف، بس عايز اقرا بتاع الشهر ده. الشهر ده في جايزة اسمها جيمس تيت بلاك ميموريال، دي واحدة من اقدم الجوائز في بريطانيا، وبتكافئ الجايزة دي لفرعين، فرع الرواية وفرع الكتابات الغير روائية، فانا اخترت الاثنين، قلت نشوف اي نور انهي. فالرواية اسمها اللوت لشولا فين رينهولد، ودي مش فاهمة قوي السنوبس بتاعها، بس افتكر انها بتتكلم عن واحدة في عصرنا الحديث بتبدأ تدور اكتر ورا شخصية تاريخية اتمسحت من التاريخ في السياق الادبي، علشان هي ست من السود، فاعتقد انها بتبدأ تدور ورا الموضوع ده. ده اللي انا فهمته، ومتحمسة اقراها. الكتاب بتاعها حلو جدا، وناس كتير جدا جدا بيشكروا في الرواية دي. اما الكتاب التاني هو كتاب غير روائي اسمه A Ghost in the Throat لدوريان نيجورفا،
افتكر ده المكتوبة. ودي مجموعة مقالات بتتبع شخصيتين او كاتبتين بينهم قرون. فواحدة في 1700 ايرلندية بتكتشف ان جوزها اتقتل وبتشرب من دمه وبتكتب قصيدة مذهلة. دي قصة، انا لسه هكتشف دي قصة حقيقية ولا لا. وفي العصر الحديث سيدة بتقابل القصيدة دي وبتبقى مهووسة بيها وبتشوف التشابه بين قصة حياة السيدة اللي كتبت القصيدة وقصة حياتها. فأنا مهتمة جدا أن أنا أشوف الحقيقي في ده كله، وخصوصا دي مش رواية، ده كتاب مقالات. ف يعني مهتمة جدا جدا بالكتاب ده. بعد كده بختار كتاب من على الويش ليست بتاعتي على جود ريدز، ودي قائمه بعملها من كل الكتب اللي بتقابلني وبتثير اهتمامي، سواء شفتها على جود ريدز او شفتها على بوك تيوب. والكتاب اللي جه عليه الدور المره دي هو امباير اوف وايلد لشيري ديملين، ودي ما اعرفش انها كتير غير انها نسخه للناضجين والبالغين ونسخه سوداويه شويه من قصه ذات الرداء الاحمر. بتتكلم عن القصة الأسطورية لروجر راو، وده مخلوق شبه المستذئبين بيطارد شوارع وغابات مجتمعات ميتيس. مهتمة ان اقراها، يعني كأنها اعادة حكي قصة ذات الرداء الاحمر، وانا بحب القصة دي، لسه ما قريتش الاصلية بتاعتها بس انا بحب القصة بتاعتها، فهنشوف هتعجبني ولا لا. بعد كده بختار كتاب عشوائي من الكتب الكتير اللي انا محملها عندي على الكندل وكده، والدور جه على كتاب انا متوتره جدا اقراه، هو The Color Purple. ودي كلاسيكيه طبعا، روايه كلاسيكيه معروفه، بتتكلم عن رحله ملحميه شويه لعائله من السود، وطبعا بتتكلم عن حياه السود ومعاناتهم، سواء معاناتهم العرقيه او معاناتهم كمجتمعيه بسبب سوء الاحوال الاقتصاديه في حياتهم. ف يعني متوترة جدا من الرواية دي، اعتقد انها كمان بتركز على السيدات والمشاكل كتير بتعرضوا لها، مش مشاكل عرقية بس. فالآن من الكتاب ده، يعني انا مش عارفة انا مستعد اقرا كتاب قوي زي ده ولا لا، بس هنشوف. بعد كده بختار كتاب لدولة من حول العالم كل شهر، بحاول اعملها كل شهر. والكتاب اللي جاي عليه الدور هو كتاب من دولة غينيا الاستوائية، هو كتاب اسمه باي نايت ذا ماونتن بيرنز لخوان توماس افيلا لوريل. اسمه طويل. وافتكر انها بتتبع طفولة الراوي على الجزيرة دي، وهو محاط بجده وعدة امهاته من غير اب. وطبعا بنعرف عن طريق حياته الماضي السوداوي للجزيرة دي. فحاسة برضو ان هو هيكون كتاب قوي شوية، كتاب مش خفيف خالص. بعد كده بختار باسورد، وهي كلمة كل شهر بتحداها بكتيوبر أجنبية اسمها لالا لالا بوكسن لالا. والكلمة الشهر ده هي كلمة دارك أو لايت في أي عنوان، فاخترت كتاب ورق المرة دي، وهو كتاب دوتر فروم ذا دارك لمارينا وسيرجي ديشينكو، أعتقد من روسية أو حاجة. ودي معرفش كتير عنها. بتتكلم عن السحر والموسيقى، أفتكر بتتبع دي جي وبنت غريبة يعني ما يعرفهاش خالص بتظهر قدامه، وبتدعي انها موهوبة جدا في العزف على الكمان، ومحتاجة تعزف مقطوعة معقدة جدا عشان تلاقي اخوها. فهو بيلاقي نفسه ان هو مضطر يساعدها، هو مش عارف هي مين، وقلقان منها طبعا لانها فرضت نفسها عليه فجأة. فمهتمة جدا ان اقرأ القصة دي. انا عندي كتاب تاني للثنائي ده اسمه فيتا نوسترا، وده كان كتابهم الاشهر، لسه ما عرضتوش حد دلوقتي، بس جبت الاتنين دول يعني. فمهتمة ان اقرأ، ومش بقرأ كتير حاجات سحر بتركز على الموسيقى، فده تكون تجربة حلوة. بعد كده فيفرت اوثر، بختار كتاب كل شهر ليه كاتب مفضل حبيته قبل كده، عشان بلاقي نفسي بقرأ كتب لكتب اللي كتاب مفضلين وما برجعش لكتبهم القديمة. فأكد الدور جاي المرة دي على كيتلين دوتي، وكنت قريت لها Will My Cat Eat My Eyes تقريبا، اللي هو هل ستأكل قطتي مقلتي. وقررت ان ارجع للكتاب تاني من كتبها القديمة، واللي هو From Here to Eternity Traveling the World to Find the Good Death. وده هنا بتسافر حول العالم عشان تشوف ازاي كل دولة وكل ثقافة بتهتم بالموتى بتوعها بعد موتهم، الجنازات وما شابه. فانا مهتمة جدا بالكتاب ده، افتكر الفكرة دي كانت جاتلي من زمان انها كتاب هيبقى مثير للاهتمام جدا،
الكتاب ده منشور سنة كام؟ في 2017. انا فكرت في ان انا عايزة كتاب زي ده قبل 2017، فسعيدة جدا ان الكتاب ده موجود. الكتاب مش طويل جدا، فاعتقد انه هيكون قراءة سلسة رغم الموضوع الصعب شوية. بعد كده جزء تاني من سلسلة، الشهر اللي فات كان مفروض اقرأ الجزء التاني سلسلة، بس قرأت الجزء الاول عشان مكنتش فاكرة قوي، فقلت بدل ما اختار سلسلة جديدة اكمل في السلسلة اللي انا بدأتها، وهي السلسلة اسمها فيلنز دلوقتي. فالشهر اللي فات قريت فيشس، فده الجزء التاني اللي هو فينشفول، والجزء التاني اكبر بكتير من الجزء الاولاني. ودي بتتكلم عن مش هتكلم عنها كتير، ده الجزء التاني فمش عايزة احرق حاجة، بس بتتكلم عن الجزء الاولاني بيتكلم عن فيكتور وإيلاي، ودول اتنين شابين موهوبين في الجامعة قرروا ان هم يعملوا تجربة ويشوفوا هيقدروا يصنعوا انسان خارق بقدرات خارقة ولا لا. وبنشوف نتيجة تجاربهم دي بتبقى زاملة ازاي، ودي تكملة السلسلة في الجزء التاني. مهتمة جدا جدا ان اقرا، خصوصا واضح ان هيظهر شخصيات جديدة مش الشخصيات اللي احنا عارفينها بس في الكتاب الاولاني، فانا مهتمة ان اقراها. فدي مجموعة الكتب اللي انا عايزة اقراها الشهر ده. في شوية كتب تانية عايزة اقراها برضو، بس مش هتكلم عنها لانها يعني جزء من مشاريع وجزء من فيديوهات، فقاموا ان انا اعملها عشان لو ما عملتهاش مكنش قلتها. طبعا هتشوفوا فيديو الحصاد قد ايه من الكتب دي قدرت اقراها. اتمنى فعلا ان اقدر اقرا جزء كبير منهم، حتى لو ما قريتهمش كلهم بيرجعوا ويظهروا في فيديوهات الشهور الجايه. طبعا هنتظر كومنتاتكم لو في عندكم خطط معينه للقراءه، كتب معينه عايزين تقروها، كتب من دي قريتوها قبل كده، يعني رايكم الاجمالي فيها ايه. طبعا بنتظر كومنتاتكم كل مره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في الفيديو الجاي. باي باي.